بين برد الشتاء القارص والعمليات العسكرية المستمرة في مناطقهم، يعاني أهالي منطقة مرج السلطان والمناطق المحيطة بها في ريف دمشق من ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، بحثا على مأوى يوفر لهم بعض الدفء وقليل من الأمان في ظل الغارات الروسية المتكررة وحملات النظام العسكرية، إذ لجأ البعض إلى المدارس شبه المهدمة لكي تكون مأوى لهم حتى ضمن رحلة نزوحهم وهجرتهم المستمرة. مراسلنا جواد العربيني والتفاصيل. لم تتعرض هذه المنطقة لزلزال مدمر، لكنها كانت هدفا لقوات نظام الأسد وغارات الطائرات الروسية التي أحالتها إلى دمار. واقع دفع أكثر من 5000 أسرة كانت تقطن بلدات وقرى النشابية وحرس القنطرة ومرج السلطان وحوش العدمل ومناطق أخرى إلى النزوح والبحث عن مكان يؤويهم، خاصة في فصل الشتاء الذي زاد معاناتهم. والله يا أخي نحن قاعدين تحت القصف وهربنا عيالنا من حرس الأنطرة، وجيت بالقصف أخذتنا على الحطبات مشان يتدفوا. 10 أسر حطت رحالها في هذه المدرسة بعد نزوح مستمر ل3 سنوات. قذائف مدفعية سقطت بالقرب من المدرسة دفعت بعضهم إلى حزم أمتعته مجددا لمعاودة النزوح إلى مناطق يعتقدون أنها أكثر أمنا. والله نزحنا أكثر من بلد، من الأسمية لحزرمة للمحمدية لبيت نايم، لا هلا على شسدنا حزي على، وكل يوم هيك مثل ما لك شايفنا كل شيء ما في. حياة بسيطة يعيشها النازحون في هذه المدرسة تقتصر على جمع بعض الحطب للتدفئة من الحقول المحيطة وإعداد الطعام مما يتوفر لهم من الخضروات. نزحنا أول شيء قالوا لنا الجيش تقدم، صار خوف ورعب وتعرف عنا نوازح ونزحنا على الدروب مضيناها هيك، وصلنا حزرمة نمنا 14 عيلات سوا، شيء تحت السماء شيء بكي الحجارة، شيء تحت السماء شيء تحت المطار، من الحريم ورجال والله فوق بعضه، تقول كومة عجين محطوط وبعلم الله رد صار قصف. ردينا طلعنا لهون طالعوا جماعة عبيت نايم، كمان تعذبنا لك نحن ندور عبيوت وندور هنح وهنح، ولا إلا لهالآن صرنا بالمدارس. دموع قد تختصر حكاية كاملة من المعاناة التي تعرض ويتعرض لها هؤلاء النازحون. يتشابه حال معظم وقرى بلدة المرج، إذ إن القصف العشوائي والتدمير الممنهج الذي اتبعته قوات النظام في هذه المنطقة أيقن لدى الأهالي أن نزوحهم قد يكون بلا عودة. جواد العربيني، أخبار الآن، ريف دمشق.